الله بالخير ونرحب فيكم مشاهدينا، وبأقل من ساعة راح ننقل لكم كل ما هو جديد بعالم المرأة والأسرة. حياكم الله معانا ومساء الخير نورة. مساء الخير دانا، موعدنا متجدد معاكم كل أربعاء بحلقة المرأة في برنامج سعلة، خصوصا موضوع اليوم الشيق عن الأمهات والأبهات والصداقة معاهم ومع الأبناء. أكيد نورة، بس قبل ما نبدأ بموضوعنا الشيق خلنا نتكلم شوي عن تنس الريشة أو الريشة الطائرة، وهي من الرياضات اللي قاعدة تلقى إقبال من البنات بالكويت لسهولة ممارستها وفوائدها الرياضية العديدة. بالفعل دانا، تنس الريشة ترى من الرياضات اللي ممكن نقول إنها سهلة، ما نقدر نقول إنها سهلة وايد، وممتعة للأسرة كاملة. صح. جربتي تجربين تنس الريشة؟ والله أنا شفتهم يلعبون بس ما عمري جربتها، أنت جربتيها؟ شوفي، وإحنا صغار أبوي كان يلعب تنس ريشة، حاولنا وإحنا صغار بس ما نجحت المحاولات مثل ما تقولين. أنا والله عندي كم معلومة قريتها عن تنس الريشة متى بدت. يقولك يعني من 1870 تقريبا بدت في الهند من خلال لعب ضباط الجيش البريطاني، من هني انتقلت وانتشرت بالعالم. فتخيلي من ذيك السنة اللعبة موجودة. عاد عمري ما تخيلت أنها أنشأت بالهند، خصوصا أنه ما نشوف أنه وايد منتشرت. نشوف الكريكت مثل ما تقولين، نشوف في رياضات منتشرة بالهند أكثر. بس ممكن تنس الريشة الحين صارت عالمية وصارت رياضة الكل يحاول يستمتع فيها لسهولتها مثل ما نقول، مع أنها مو أسهل شيء بالدنيا. صح، بس تحرق وايد سعرات يقول لك. صحيح. اليوم البنت الكويتية نورة تميزت بهذه الرياضة بشكل احترافي وصار لها بصمة فيها. خلينا نشوف مع بعض تميز ونجاح اللاعبة رقية المرشد بتنس الريشة. رقية المرشد، ليش تنس الريشة وشنو اللي جذبك لها؟ بالبداية جربت رياضات وايد، بس اللي جذبني أكثر شيء بتنس الريشة. تقريبا صار لي يعني سنتين بلشت هذه الرياضة، وأكثر شيء جذبني فيها إن فيها حركة، فيها تحديات، وأنا أحب التحديات، فحبيت السرعة فيها. توافق العضل العصبي يحتاج اللاعب يكون فيه سريع وقوي، فكل هذه التحديات حبتني بالرياضة، فهذا الشيء اللي خلاني أجرب هذه الرياضة. بالبداية كانت صدفة لما دخلتها، كنت رايحة نادي، ولد عمتي حاب يجرب الرياضة، فشاف المكان، أنا شفت إنه في تدريب حق البنات هناك، فصار فيني إنه ودي أجرب وأدخل. جربت مرة مرتين ثلاث، صار فيني لأ يعني حبيت حل الرياضة واستمرت فيها الحين. من الداعم الأول لرقية؟ أول شيء الفضل حق رب العالمين الحمد لله، بعدها دعم الوالدين ودعائهم، وأشكر نادي الكويتي الريشة الطائرة على تشجيعهم الدائم وإقامة المعسكرات التدريبية والتمارين اليومية، وأشكر مدرب إعداد البدني أيضاً كوتش عبد الرحيم على إعداد اللاعبين وتجهيزي للبطولات. فكان كل أو خلينا نقول هي مجتمع كامل عشان نبني اللاعب، ما نحتاج إنه بس إنه شخص واحد، يعني نحتاج فريق كامل عشان نعد لاعب جاهز للبطولات وينجز باسم الكويت. بشكل عام أشوف الرياضة بالكويت أو خلينا نقول الرياضة النسائية صار فيها اهتمام أكثر من السابق، صار في عندنا بطولات، عندنا معسكرات، صار في اهتمام في ناحية خلينا نقول الرياضات بشكل عام، صار لازم يكون في جانب نسائي، مدربين من فئة خلينا نقول النساء والحريم أنهم يدربون البنات. فأشوف أنا للأمانة خلال هذه الخمس سنوات هذه صار في اهتمام أكثر في الرياضة النسائية، فأتمنى يكون في بنات أكثر يشاركون في هذه الرياضات. شلون يقدر اللاعب يطور من نفسه؟ تقريبا صار لي سنتين في هذه الرياضة، أكثر شيء طورني في هذه الرياضة أنه يكون عندي خطة وعندي فريق أشتغل معه. يعني كلاعب يعني إذا بينجز ما يحتاج أنه بس أنه يحضر التمرين ساعتين وبس، كون أنه الحين خلينا نقول المنتخبات العربية يعني ما نبي نروح بعيد، قاعد يهتمون أكثر في الرياضات، قاعد يتمرنون تقريبا ست ساعات في اليوم. فكلاعبين احنا نحتاج ان نتمرن ساعات كافيه، نحتاج اعداد بدني، نحتاج من ناحيه خلينا نقول الغذائيه، وجبات صحيه، نحتاج نشرب كميه كافيه من الماء، وايضا نحمل لازم نركز على نومنا، وهم ان الاعداد النفسي له دور وايد كبير في اعداد اللاعب للبطولات. كونك مدرسه والتدريس مهنه صعبه، شلون قدرتي توفقين بين التدريس والرياضه؟ كوني معلمة رياضة أطفال، بداية كان سهل أمانة نوفق بين الرياضة خلينا نقول والتدريس، لأن الصبح أكون مدرسة وبالليل نتمرن،
بس مع الوقت مع خلينا نقول ان ابي احترف اكثر في الرياضه، ادخل بطولات اكثر، صار شويه صعب ان اقدر اوفق بين الدراسه وخلينا نقول المدرسه يعني والرياضه، لان احتاج تمارين اكثر، احتاج اروح الجيم، احتاج اركض، فالامانه نحتاج احتراف رياضي للاعبين عشان يوفر لنا خلينا نقول ان الوقت عشان نقدر ننجز بالتمارين عشان نوصل للهدف اللي احنا نبيه. شلون تحاولين تغرسين حب الرياضه عند الاطفال؟ الطفل في مرحله رياضه اطفال خلينا نقول هذه هي اول مرحله من مراحل حياته، فيقدر يتعلم فيها خلينا نقول اساسيات الحياه عنده، فلما المعلمه تغرس حب الرياضه في الطفل هذه باكر راح يتم معاه لين ما يكبر. فأنصح المعلمات أنهم يبلشون يجربون مع الأطفال عدة رياضات، وحتى أولياء الأمور أن لا تجربون بس يعني تنس الريشة، تقدرون تجربون كرة قدم، كرة سلة، رياضات الفنون القتالية، خلوا الطفل يجرب ويشوف شنو الشيء اللي يحبه، لأنها خلينا نقول هذه البذرة الأساسية اللي راح تنغرس في هذا الطفل وراح يأثر على مستقبله باكر. لمحبي تنس الريشة شنو تقولين لهم؟ المحبين تنس الريشة حياكم الله في النادي الكويتي ريشة الطائرة، عندنا في مركزنا في اللجنة الأولمبية في جابر الأحمد، وأيضا عندنا الكسور للشباب وبيان البنات. طبعا اللي حاب يمارس رياضة خلينا نقول تنس الريشة هي رياضة مجتمعية تناسب كل الأعمار وكل الفئات، وتقدرون تبلشون فيها من الحين يعني تأخذون عيالكم تجيون تتمرنون، وهم الطفل يقدر الحين يبني مستقبله عشان باكر إذا حاب يكون لاعب إن شاء الله بالمنتخب فيقدر يتمرن الحين ويفهم أكثر عن الرياضة، فحياكم الله في نادينا. طبعا رياضة تنس الريشة مناسبة للبنات لأن ما فيها احتكاك مثل باقي خلينا نقول الرياضات، فهي سهلة على البنات إن يقدرون يمارسون هذه الرياضة، تعطيهم ثقة بالنفس، تعطيهم خلينا نقول المجتمع نفسه في رياضة التنس الريشة، خلينا نقول تعرف على صداقات جديدة في المجال الرياضي اللي هم راح يشجعونها إن يمارسون هذه الرياضة. الصداقة، الصداقة من الأمور المهمة اللي الكثير من الآباء والأمهات بالوقت الحالي قاعد يحرصون عليها، بس لا ما ننسى إن لازم يكون في حدود بسيطة عشان نعرف نقيم هالصداقة صح وتكون نتائجها صحيحة. أنت إيش رأيك بين الصداقة بين الأطفال وأبائهم وأمهاتهم؟ هو أنا أشوفه شيء وايد مهم، لأن ساعات الأم أو الأبو يسوون شغلات عبالهم إنه بهالشغلات ممكن إنه يقربون عيالهم، لكن تصير العكس، بالعكس قاعد يخسرون عيالهم. فأنا أشوف وايد مهم الصداقة، وخصوصاً إن ساعات يعني أنا أشوف أهم إن الصداقة ما بين الأم وبنتها أصعب من الأبو وولده. شوف هو في الصداقة بين الأم والبنت تتأثر بمراحل عمرية مثل ما تقولين، وفي ناس مثلا تقول لك لا أنا أول شيء بعلمها وبربيها وبعدين بصادقها. صراحة أتوقع هذا الشيء الحين ما عاد مقبول، لازم نربي من الصغر ونصادق من الصغر عشان تكونين أنت الشخص اللي تلجأ له حق أسرارها، حق كل شيء تواجهه، خصوصا بهالزمن يعني تدرين الموضوع صار اصعب من قبل بوايد. بس ساعات انت توج قلتي ان لها حدود، وانا اشوف ان كل علاقه لها حدود، مو غلط ان الواحد يكون صديق عياله، لكن هم الحد هذا لازم ما يتعدونه. ساعات ان مثلا ينتبهون والله انا امك او انا ابوك، فان ساعات هالشيء مفروض ان نعلم عيالنا والله انا صديقتك او صديقتك، لكن لا تنسون روحكم يعني مهما يكون انا يعني لي قدري. أكيد دانا الاحترام مهم، وعشان نتكلم بشكل مفصل عن أهمية الصداقة مع الأبناء خلكم بعد الفاصل مع الأستاذة زهرة تقي مستشارة تربوية وأسرية. نشوف رجعنا لكم مشاهدينا، ونرحب بضيفتنا الأستاذة زهرة تقي مستشارة تربوية وأسرية. حياك الله معنا بساعة. الله يحييكم، ساعة مباركة. يا هلا فيك. حياك الله معنا أستاذة زهرة. أستاذة زهرة، حابين اليوم نتكلم عن علاقة الأهل بالأبناء، خصوصا أن هالعلاقة هي اللي تشكل مستقبل الأبناء. طبعا. شلون تكون علاقة مبنية على أسس صح، وشلون يكونون الآباء متأهلين حق هالعلاقة؟ أوكي، إحنا لما نتكلم عن الأبوين لازم نبتدي حتى قبل الزواج، اوكي؟ معناته هل انا قاعده اختار شريك الحياه الصحيح؟
لما اي اقرر منه الشخص اللي انا ابي اربط معه حياتي وابي اكون معه اسره، لازم اكون واضحه بقيمي الطرفين طبعا، الزوج والزوجه. شنو قيمك؟ شنو قيمي؟ انا شنو ابي من الحياه؟ لما اربي شنو طريقه التربيه اللي انا ابيها؟ اكو ناس مثلا يرفضون انهم يتعمقون بهالشكل، ولكن احنا لما نتكلم عن التربيه، التربيه ما تبدا لما المراهق يكون عمره 13. احنا دخلنا فتره المراهقه اوريدي، احنا نتكلم من قبل لا الطفل ينولد، لان احنا حزتها قاعدين نقرر اشياء. مثلا بعض الناس مثلا شيء بسيط مثل كرسي السياره، هل انت راح ترضى حط الطفل كرسي السياره وانت ضد كرسي السياره؟ الرضاعه الطبيعيه، هل احنا الاثنين راح نتعاون على الرضاعه الطبيعيه ولا احنا ضد الرضاعه الطبيعيه؟ حتى مكان نومه الطفل. فاحنا لما نتكلم عن التربيه اكو وايد امور نحتاج نتكلم عنها، ومن حزت ما الطفل ينولد احنا قاعدين نربي ترى. صحيح. فهو مو انا ما راح انطر والله لما يصير عمره 4-5 سنين، لا، احنا هذيل الخمس سنوات الاولى بحياه الطفل احنا نسميهم ذا جولدن ييرز، السنوات الذهبيه. صحيح. كثر ما انا قدرت استثمرها بالطريقه الصحيحه، كثر ما انا قدرت ابني شخصيه الطفل، وحتى حياتي تتسهل بعدين لما يكون مراهق. انا ما اقدر ابتدي التربيه بفتره المراهقه، التربيه لازم تبتدي من البدايه. أكيد أستاذة، مثل ما قلت يعني هو التخطيط لازم يكون قبل لا ينولد حتى. بالضبط. أكيد. شو ممكن يعني بعض الأهالي للأسف تكون طريقتهم في التعامل والتربية مثل ما قلتي تكون صارمة، شلون ممكن نحمي أبنائنا من هالشيء؟ يعني خصوصا إذا كانوا الأم أو الأب قاعدين يسوون الشيء أو قاعد يطبقون الشيء اللي هما اللي صار فيهم مع أمهاتهم. إيه بالضبط، شلون نمنع هالشيء توارثه يعني ما بين الأجيال؟ أوكي. شوفي، أنا ما أذم مثلا بتربية الأهالي أو أولياء الأمور أو أمهاتنا وأبائنا قبل، ولكن أنا أقول أن إحنا العالم تغير. مثلا حزتنا ما كان أكو هالتلفونات الذكية والأجهزة الذكية والإنترنت، ما كان متاح بنفس ما هو متاح الحين، فعالمنا اختلف. فأنا أكو أمور ما أقدر أربي عليها مثل ما هم ربونا أول أربي عليها عيالي، ولكن أكو قيم يعني اللي احنا ما نحيد عنها. مثلا وطبعا ترى كل اسره قيمها مختلفه. صح. مثلا حتى احنا مثلا اذا احنا اخوان، انا واختي مو بالضروره ان احنا تربينا بنفس البيت معناته احنا قيمنا نفس القيم. صحيح. كل بيت وكل اسره لها قيمها الخاصه فيها. فانا ما اتكلم بالعاميه، ما اتكلم والله انا ابي والله احنا ما نحب اللي يكذب او الصدق او الامانه، لا، هذه قيم عامه، انا اتكلم بالقيم الخاصه. فاحنا كل اسره لها قيمها الخاصه فيها، متى ما وضحت هذه القيم وضحت طريقة التربية، بوصلتي مالت التربية تكون واضحة. فأنا عارفة لما أنا أي مثلا طفلي سوى شيء غلط، شلون أنا أبي أصحح هذا الغلط؟ هل أنا بصرخ ولا أنا راح أتعامل معه بإيجابية وحب؟ إحنا ترى المشكلة مو بالصرامة، التربية تحتاج صرامة بعض الأحيان، المشكلة بالتعنيف. أوكي، المشكلة تكون بالصراخ. شنو الطريقة اللي أنا قاعدة أوصل فيها الرسالة حق الطفل إن أنت غلط؟ أوكي. أي. هل أنا قاعدة أهينه؟ هل أنا قاعدة أضربه؟ هل مثل شنو الصرامة أستاذة عفوا؟ لما أكون صارمة إن أنا حدودي واضحة، كل بيت له حدود، كل علاقة لها حدود ترى. علاقة الخوات لها حدود، علاقة الأزواج لها حدود، علاقتنا بأبنائنا لها حدود كذلك. فإذا أنا طفلي مثلا اليوم غلط، فأنا شلون راح أصلح هذا الغلط؟ هل أنا راح أصلح الغلط بغلط أكبر غلط منه؟ صح. إن أنا رح أهينه، أنا رح أجرحه، أنا رح يمكن أضربه، أو إن أنا رح أتعامل معه بطريقة مغايرة. ويمكن خلينا نقول بعض الأهالي يقول لك إحنا نطقينا ما صار فينا شيء. صحيح. يقول لك أنا تربيت على هالطريقة وهالطريقة ما أثرت فيني سلبيا، فأنا رح أتبعها مع الأطفال. شوفي، أنا أختلف إن هي ما أثرت في، هي أثرت. أوكي؟ بالضبط. وإذا إحنا نبي نقر إن هي أثرت أو لا، هذا شيء يرجع حق وعي ولي الأمر. فالتربية تحتاج وعي من ولي الأمر، تحتاج صدق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع شريك حياته ومع أسرته. فأنا متى ما استوعبت، كلنا مرينا، وترى ماكو أهالي بيرفكت، حتى إحنا ترى مو مثاليين، وأنا ما أدعي المثالية ولا أطلب من ولي الأمر يكون مثالي، ولكن أنا أطلب من ولي الأمر إنه يكون واعي. إحنا كلنا راح نغلط. أوكي؟ إن إحنا نتوقع إن إحنا ما نغلط بالمرة، هذا مستحيل. صح. بس ما يجي أستاذة يعني شخص يقول فاقد الشيء لا يعطي، إحنا ما نقدر نعطي عيالنا لأن إحنا مثلا كنا فاقدين شيء وما نقدر. أنا عيل
العكس، انا عندي فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بقوه، لان انت تدرين ان انت هذا عجبتني هذه. إيه انت تدرين مثلا ان خلينا نقول بعض الامهات مثلا كانوا مع بناتهم وايد شديدين، وهذه وايد صارت مثلا بالاجيال الاوليه، ان لا البنت تحتاج شده لا تدلعونها، فانت تدرين ان انت فقدتي حنان، فلا صحيح. انا ابي اعطي هذا الحنان حق عيالي. مثلا واحده ربت ببيت الام والابو دائما يصرخون مع بعض، يمكن ما يصرخون عليهم ولكن هم بينهم بين بعض دائما في بيئه كذي يكون فيها نزاع بالضبط. فانت تدرين ان انت مو هذه الطريقه اللي تبين تسلكينها مع شريك حياتك، فبالعكس احيانا فاقد الشيء هو اللي يعطي الوعي ان لا انا مريت فيها الشيء انا ما ابي اكرره مع عيالي، عشان كذي الوعي وايد مهم عند ولي الامر. صحيح استاذه. استاذه احنا كثر ما كنا اباء وامهات اذكياء نشوف الطفل يكون اذكى واشطر، يعني احنا ساعات يكون في بعض المعايير المختلفه بين الزوج والزوجه ويكون في ازدواجيه بالتربيه، يعني القواعد اللي انا ودي امشي عليها ممكن زوجي يخالفني فيها الراي، فشلون نبتعد عن ازدواجيه التربيه خصوصا ان الاطفال اذكياء بهالنقطه. فعلا شوفي وايد مهم ان الام والابو يكونوا متفقين، عشان كذي انا قلت التربيه تبتدي من حزه من وقت الخطبه. انا اي قاعده اخطب اوكي انت يا بنت الناس شنو تبين، انت يا ولد الناس انت شنو تبي، عشان كذي احنا لما نقول التربيه لا انا ما انطر انا اولد واجيب الياهل واطيح بمشكله وذيك الساعه اقول ها انت شلون تبي تربي وانا شلون بربي، لا احنا لازم نكون متفقين. ولان الطفل ذكي ممكن هو يدري مثلا اذا راح سال امه عن هالشيء راح تقول له اي عادي ما يخالف، ويمكن الابو راح يقول له لا، فالام والابو لازم يكونوا متفقين ويدرون ان ترى. واذا ما اتفقوا استاذه؟ لا احنا ما نبي نقول اذا ما اتفقوا، احنا نبي نقول هذا بالبدايه، يعني اذا ما اتفقوا شنو ممكن لازم يسوون؟ نشوف نقرب وجهات النظر. اوكي شوفي ماكو احد هو دائما صح والطرف الثاني دائما غلط، ودائما ترى انا اقول اختلافاتنا تثرينا، احنا اختلافاتنا المفروض ما تفرقنا. اوكي يعني انا وايد اؤمن بالاختلاف، اختلاف الثقافات، اختلاف الديانات، اختلاف الالوان طبعا. فاحنا دام ان احنا جينا اصلا من اسرتين مختلفين، احنا تحصيل حاصل مختلفين عن بعض، ولكن اختلافنا راح يثري اسرتنا، لان انت عندك جوانب حلوه في تربيتك او في حياتك، وانا كذلك عندي جوانب حلوه في تربيتي وفي حياتي، راح نكمل بعض، ناخذ الحلو منك ناخذ الحلو مني ونعطي ونغرسه بعيالنا، ونحاول ان احنا نبتعد عن الاشياء اللي احنا مثلا انت ضد هالشيء انا مع هالشيء، خلينا نحاول نقرب وجهات النظر، انت ليش ضد هالشيء انا ليش مع هالشيء، شلون نقدر نلتقي، هل اكو نقطه التقاء؟ لازم يكون اكو نقطه التقاء، اذا احنا قاعدين نربي اسره مع بعض اذا لازم يكون في نقطه التقاء، ما نقدر احنا دائما نكون متنافرين عن بعض. اكيد. استاذة زهرة خلينا نتكلم عن علاقة الصداقة ما بين الأبناء، سواء أم وبنتها أبو وولده أو حتى العكس، يعني متى السن المثالي اللي ممكن يسوون هالشيء، وهل نقدر نقول إن سن المراهقة يعني فات، يعني اللي ما سووا واتبعوا هالخطوة خلاص يعني ما يقدرون يصادقون عيالهم؟ شوفي الصداقة تبتدي من الولادة. أوكي احنا لما نقول احنا نربي بإيجابية ونربي بحب، الصداقة شنو؟ الصداقة حب صح ولا غلط؟ الصداقة مشاركة، الصداقة أن أنا قاعدة أخلق ذكريات مع عيالي، فإذا أنا من البداية أنا سويت أو خلقت هذه الأجواء وخلقت هذه البيئة، فلما الطفل يوصل إلى فترة المراهقة يصير تصير العلاقة تحصيل حاصل، إحنا أوريدي هذا نظام حياتنا، إحنا أوريدي نطلع مع بعض، إحنا دائما نسولف مع بعض، إحنا دائما نشرك بعض في اتخاذ القرار. لما أرد من الدوام أسألهم شنو أجمل شيء صار في يومك، شنو أسوأ شيء صار في يومك، وهم نفس الشيء راح يسألوني نفس السؤال، فإحنا دائما نتشارك، الحياة مشاركة. فإحنا إذا من البداية ربيناهم على هالمنطلق، إذا لما يوصلون إلى مرحلة المراهقة خلاص يعني أنا ما قاعد أعيد تأهيله مرة ثانية أو أعيد تربيته مرة ثانية، ماكو نقطة أنا أقول عندها فات الفوت. أوكي إحنا إذا إحنا في علاقة إذا إحنا دائما في مرحلة بناء، ولكن البناء يكون وايد أسهل إذا أنا بديت من إذا كان أساسه قوي بعد. إنزين أستاذة أنا كأم هل فعلا أحتاج أني أكون صديقة أو أكون مشرفة أو أكون كأم، لأن المفاهيم قامت تنخلط، الصداقة هل تعني التسيب مع الأطفال، هل يعني أن نكون كل شيء نقوله حق بعض بلا حدود، ولا شنو مفهوم الصداقة بين الأم والطفل أو الأب والطفل نفسه؟ إحنا من البداية قلنا دائما أكو حدود في علاقاتنا، في كل العلاقات فيها حدود، إحنا أصدقاء ولكن إحنا بنفس الوقت
قاعدين نعدل بعض السلوكيات احيانا، نحتاج مثلا نوجه احيانا، ولكن اذا انا كانت علاقتي قويه مع عيالي وعندي فعلا هذه علاقه الصداقه مع عيالي، اذا توجيهي مع عيالي راح يكون خفيف على قلبهم، كلمتي راح تكون سلسه عليهم، انا اعرف اي باب ادخل. مثلا ولدي شخصيته غير عن بنتي، فانا اعرف شلون اوصل حق ولدي وشلون اعدل سلوك بنتي. بس هل يمنع اني اكون معاهم صارمه ببعض التفاصيل؟ لا. انا احتاج بعض الاحيان انا دائما اقول يمكن اول جمله والدي قال لي اياها، الظن عزيز بس التربيه اعز. اوكي، فاحنا اذا احنا نعز ونحب هذا الطفل، اذا احنا نعز تربيته لان تربيته راح تعود عليه بالمنفعه بعدين. صحيح. اوكي، ولكن انا ما اقدر من البدايه اقول خلوا هذا ياهل، خلي يسوي اللي يبي بعدين يتعلم. لا، من البدايه يتعلم. بعض الاحيان الطفل راح يغلط وشيء طبيعي انه يغلط، ما يصير احنا ناخذ غلط انه لما الطفل يغلط نقوم الدنيا ونقعدها، لا ليش سويت كذي وعيب وما يصير واحنا مو كذي ربيناك. لا، لازم هو من حقه يغلط ويتعلم. طبيعي انه يغلط، ماكو احد ما يغلط، احنا غلطنا واحنا نتم نغلط ترى. يعني حتى في امومتي اكيد انا قاعده ارتكب بعض الاخطاء، وزوجي كذلك اكيد هو في ابوته قاعد يرتكب بعض الاخطاء، وفي علاقاتنا عموما نرتكب بعض الاخطاء. فاحنا اذا احنا نقبل على نفسنا ان احنا ما نكون مثاليين وان احنا مو معصومين عن الخطا، اذا عيالنا نفس الشيء. فتره الخطا لازم انا اكون صارمه، ولكن مثل ما قلنا من ساعه صرامه بحب، من غير اهانه، من غير ما اجرح مشاعره، من غير ما اضربه، من غير ما يعني هذا الابيوز. ما احتاج ان انا ازيد الشيله زياده عن اللزوم. يعني انا اقدر اكون صارمه، انت اللي سويته غلط وهذا غير مقبول، وهذا مو مثلا من قيم اسرتنا، وهذه حدودنا، شلون نقدر نصلح الغلط مع بعض. احنا دائما لازم نعطي الطفل مساحه انه هو يعرف شلون يصلح الغلط. احنا دائما قاعدين نبني شخص ان شاء الله يكون فعال بالمجتمع. صح. فانا ما قاعده اربي الطفل اللي اليوم عندي عمره 3 سنوات او 13 سنه او 16 سنه، انا قاعده اربي ان شاء الله الشاب اللي بيكون عمره باكر 25 سنه هو يبي يربي او يكون اسره، الشابه اللي باكر بيصير عمرها 27 سنه وراح تكون تنخرط بالمجتمع وتشتغل وتكون مع صديقات يعني وتكون علاقات. فانا اذا من البدايه ما كنت واضحه وحدودي واضحه، بعض الاحيان ممكن احتاج اكون صارمه، ولكن انا قاعده اربي بحب واربي بايجابيه وعلاقتي قويه معاهم واسمع لهم. احنا دائما لازم نسمع لهم. انا مو علاقتي معاهم مجرد سوي كذي ولا تسوي كذي. وترى التربيه مو محاضره، مو بكثره المحاضرات اللي اعطيها حق عيالي، بل النقيض. انا مرات المفروض ما اعطي محاضره، ولكن اغرس فيهم القيم من خلال طريقه تعاملنا معاهم، من خلال حياتنا معاهم. هي الممارسات اليوميه هي اللي تغرس هذه القيم بالطفل، مو المحاضره اللي انا اعطيها اياه مثلا على الريوق ولا بالسياره، ولا اذا غلط انطر انه هو يغلط عشان انا اعطيه محاضره. انزين استاذه، بغيت اسالك شنو المقياس اللي اعرف ان صداقتي مع طفلي بمكان صح؟ ساعات نشوف مثلا ابهات او امهات تكون الميانه مثلا ما نقول طايحه وايد بينهم وبين عيالهم بطريقه ممكن تستفز البعض، بطريقه تقولين لا الطفل محتاج بعض الادب، وهي تقول لك لا هذا من باب الصداقه. فشنو شلون نعرف ان صداقتي مع ابني صداقه ناجحه؟ احنا ارد مره ثانيه اقول اكو حدود يمكن. صح، لان اكو حدود الطفل لازم يعرف ان اكو حدود حتى مع ولي الامر. انا اسمع له وهو يسمع لي، واسولف معاه وهو يسولف معي، ويشاركني قرارات حياته، ويمكن بعض الاحيان اذا فعلا علاقتي معه قويه راح يشاركني اسراره. صحيح. اوكي، هذا راح يعطيني مقياس ان انا فعلا قاعده اسوي الشيء الصح، وانا علاقتي او صداقتي معه قاعد تمشي بالمجرى الصحيح. ولكن لابد ان مثلا يوم يقول لي مثلا نكته ما يصير يقول لي اياها، يمكن هذه يقدر يقولها حق ربعه بالمدرسه. بنتي تي مثلا تقول لي كلمه، هذه الكلمة ما تنقال حقها. وهل هذا الشيء أقول لها لا؟ طبعاً. يعني بصراحة أنا آخر توا قبل فترة بسيطة هم صار عيد ميلاد بسيط، وشفت بنتي تقول كلمة إحنا متعودين نقولها بالبيت مع إنها كلمة عادية يعني. أنا بصراحة ما أدري إذا تصرفي صحيح ولا لا، قلت لها أنا سمعتك بينك وبين رفيجاتك ممكن تقولينها،
بس قدام امك يكون في وقت الاحترام. صح، دائما الاحترام مطلوب في كل العلاقات. اوكي، واحنا مساعة قلنا اكو حدود. احنا اول شيء قلت احنا مو مثاليين، صح؟ صحيح. وعيالنا مو مثاليين، فلابد راح يكون اكو بعض الكلمات، او اذا انا بسوي نفسي ان لا انا عيالي ما يقولون هالكلام وانا عيالي ما يغلطون، انا قاعد اخدع نفسي قبل لا اخدع اي احد ثاني. اوكي، فانا لازم اتقبل واستوعب ان هم وترى كل عمر لا مراحله، هذه مراحل عمريه لازم يمرون فيها، فلازم يمرون في هذه الاشياء. اكو اشياء تنقال بين الاصدقاء، اكو اشياء تنقال بالديوانيه مع الصبيان ما تنقال عند احد ثاني. ترى حتى احنا كبنات كامهات، انت يمكن عندك رفيجه تقولي لها اشياء معينه وكلمات معينه، اكو رفيجه مثلا ما تشاركين هذه الامور أو تتحسس من بعض الأمور. والرجال نفس الشيء، أكو كلام ينقال بالديوانية ما ينقال بالبيت. صح. مو معناته مثلاً إذا الرجل سولف مع أصدقائه بطريقة معينة أو ضحك معاهم بطريقة معينة وهو ما قال نفس السوالف حق زوجته، مو معناته ترى أن علاقتهم فاسدة أو علاقتهم مو طبيعية. لا، أكو أشياء يعني لكل مقام مقال. صح. بالنهاية. صح. فعلاقتي أنا مع عيالي حلوة وطيبة وإحنا أصدقاء ونحب بعض ونسولف مع بعض، ولكن أكو كلمات ما تنقال بين الأم وعيالها أو بين الأب وعيالها. صح كلامك أستاذة. خلينا نتكلم إذا صارت هذه الصداقة، وممكن في بعض الأوقات يعني ما بين أم أو الأبو يتخذون قرارات تكون صارمة أو ما تعجب عيالهم، هل هالشيء ممكن يأثر على الصداقة أو شو ممكن هم يسوون كنترول على هالشيء؟ ولا أنا يعني مثلاً ما أخذ هالقرار عشان مصلحتك، فشو ممكن نعدل هالشيء؟ أوكي، الحياة مشاركة. أوكي، فأنا لما أي أتخذ هذا القرار لازم أشاركهم هذا القرار، مو معناته أنا بشاركهم اتخاذ القرار، أكو فرق. أوكي، أكو قرارات أنا ما أقدر أرجع فيها إلى طفلي، لأنه يمكن هو ما يعرف شنو مصلحته. أوكي، مثلا العوائل الدبلوماسية هو مضطر أنه يتنقل من دولة إلى دولة كل كم سنة، عياله ما يقدرون يحددون هو أي دولة راح يتنقل لها، فعياله مو جزء من اتخاذ القرار ولكنه هم جزء من معرفة القرار. مثلا عيالي ما عجبهم القرار، أوكي شنو نقدر نسوي عشان نسهل هذا القرار على أسرتنا، شنو نقدر نسوي عشان نخلي مثلا هذه النقلة اللي احنا بننتقل لها كأسرة تكون أسهل بيني وبينكم. ال- 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 الخيار اللي أنت تبيه يمكن الخيار مو هو الخيار اللي أنا أبيه. أنت تقدر تعبر عن رأيك معاي وقل لي شنو وجهة نظرك، وإذا في مجال إن إحنا نقارب وجهات النظر نحاول إن إحنا نقرب وجهات النظر، ولكن إذا إحنا ما نقدر أحتاج إن أنا أفهم ولدي أو بنتي. لازم الحوار. طب الحوار مطلوب دائما. إذا إحنا قاعد نقول علاقة صداقة، إذن لازم يكون أكو حوار بعلاقة صداقة. ما أكو اثنين ربع كل واحد قاعد على الآيباد وبعدين إحنا نقول عن نفسنا إن إحنا ربع. صح ولا غلط؟ لازم يكون في مشاركة. زين أستاذة، إحنا كأمهات دائما نقول إحنا نحب كل عيالنا بالتساوي، بس في فروقات فردية، ممكن أنت تحبين تلعبين مع هذا أكثر، ممكن تحبي تسولفين مع هذا أكثر، خصوصا مع الفروقات العمرية. أوكي. شلون أقدر أوصل لهم حبي وصداقتي بفرق أن في فرق عمر وفي فرق سلوكيات بينك وبين أخوك بدون لا يصير غيرة بعد. صح. نورة. صحيح، لأن الغيرة ترى تاكل فيهم وايد، يعني تلقين راح يحاسبك أنت عطيتي مثلا الكبير تليفون وما عطيتيني. صح. أنت وديتي أختي وما وديتي لي، مع أن هذه الفروقات أنا لأن كبير عطيتها، أنا لأن أختك محتاجة وديتها. صح. إذن أنا شنو اللي راح أنتبه له؟ اهتمامات عيالي، كل طفل له اهتمامات مختلفة، مشاركة اهتماماتهم هي اللي راح تحدد علاقتي فيهم. لما أنا أعطي دائما هو ترى هو مو بالكمية، هو بالطريقة كيفية. أو الكيف. صح. ايه. أوكي، فهني الفرق بين الكم والكيف. أنا ممكن أقعد مع مثلا بنتي ساعتين مع بعض ولكن إحنا كل واحدة قاعدة على تلفونها، فهو كمقياس زمني أنا قعدت معها ساعتين، ولكن كجودة أنا ما قعدت معها ولا سولفت معها ولا كان أكو بيننا حديث ولا شاركتها في ولا شيء، لأن هي في عالمها الخاص بتلفونها وأنا في عالمي الخاص في تلفوني. فإحنا لما نني نتكلم هو طبيعي، بالذات حق الأسر الكبيرة، مثلا أنا عندي خلينا نقول 3 أو 4 أطفال، إذا كل واحد فيهم راح يكون في فئة عمرية مختلفة. صحيح. إذا أنا عرفت شنو احتياج كل طفل وشنو اهتمام كل طفل، اذا انا راح اقدر اوفق واعطي كل طفل احتياجه. بعدين ترى مو بس على الام، الام والابو. صحيح. اوكي، فمثل ما انا اعرف اهتمامات عيالي واحتياجاتهم
الأبو كذلك يحتاج يعرف اهتمامات عياله واحتياجاتهم. ممكن أن علاقة الأبو بولده تكون قوية لأنه بيطلعون حدائق مع بعض، ولا بيروحون ديوانية مع بعض، ولا بيروحون المقناص مع بعض، فعلاقتهم راح تكون قوية لأنهم قاعدين يتشاركون وقاعد يخلقون ذكريات في هذا المحيط. علاقتي أنا مع بنتي ممكن تكون قوية لأن إحنا راح نروح مثلاً معارض مع بعض، راح نروح السوق مع بعض، راح نسوي الصالون مع بعض. بالضبط. فاحنا قاعدين نخلق ذكريات وقاعدين نتشارك في هذه الاهتمامات مع بعض. طبعا يمكن انا اعطيت صوره نمطيه، ممكن ترى الام تحب الحدائق وتطلع مع ولدها حدائق. فانتوا يعني كل بالنهايه الام والابو هم عارفين شنو احتياجات عيالهم، شنو اهتمامات عيالهم، ويوجهون بوصلتهم على هذا، يعني على هذا النمط. اوكي استاذه، تكلمنا عن دور الاهل، بس الاكيد هم العيال لهم دور على اهاليهم. شلون ممكن نخلي يعني نحافظ على الصداقه اللي تكون ما بين الام وبنتها، لكن يعني بطريقه عكسيه، يعني شلون نبي كلمتك حق البنيه شلون تحافظ على الصداقه مع امها، وايضا الابن شلون يحافظ الصداقه مع الابو نفسه. شوفي انا دائما اقول اذا العيال استوعبوا ان الأم والأبو هما صندوق الذكريات وهما صندوق الأسرار، أوكي؟ إحنا ممكن بعض الأحيان ترى الأطفال لأنهم قاعد يكبرون وهم عندهم يعني يمكن يبون يعرفون عن أمور معينة مثلاً، يستحون أو يخافون، إيه عندهم فضول، يخافون إذا أنا ما عندي صداقة أو ما عندي علاقة قوية مع عيالي بنتي ممكن تخافتي تسألني لأن هي خايفة من ردة فعلي، ولكن هي عندها فضول أنها تعرف عن شيء معين. كذلك الولد، إذا أنا كانت علاقتي قوية مع عيالي، تحصيل حاصل أن بنتي وولدي راح يعرفون أن أنا مستودع الذكريات وأنا مستودع الأسرار، فإذا أنا الشخص الصحيح اللي ألجأ له. ولكن بعض الأحيان الطفل مهما حاولتي ووصلتي له المعلومة ومهما كانت علاقتك قوية معه، لابد أنه هو بعض الأحيان أتي له هذه يخاف، أو مثلاً أو يخش سره عنده. إيه أو لأن ترى بالنهاية مو بس إحنا ترى قاعدين نربي، إحنا أنت عندك ثلاث أماكن تربي، البيت، الأسرة، المدرسة والمجتمع. صحيح. فممكن أنت وايد قاعد تتعبين على عيالك وقاعد تربيهم بطريقة معينة، ولكن المحيط اللي بالمدرسة غير مناسب. إيه. فحتى ترى بعدين إحنا نتكلم عن حتى اختيار المدرسة، أنا شو المدرسة اللي راح أختارها حق عيالي، هل قيم المدرسة توائم قيم أسرتي أنا؟ لما أنا أكون قريبة من عيالي، الصداقات اللي قاعدين يكونونها، هل الأسر، لأن أحب النهاية هو ما قاعد يصادق شخص هو قاعد يصادق أسرة كاملة، فهل قيم هذه الأسرة تتماشى مع قيمي أنا؟ أوكي. ويمكن ترى الأوليين رح يقولوا لي عقدتي الأمور وايد، أول كانوا يلعبون مثلا الصبيان يلعبون بالبراحة وخلاص، ولكن إحنا اليوم لو كانوا يلعبون بالبراحة أول الجار ممكن يربي، لأن إذا شاف ولد الجيران سوى شيء غلط عادي يروح يقول له ترى يا فلان سويت شيء غلط، هذا الشيء ما يصير تسويه مرة ثانية. احنا اليوم الجيران ما يعرفون بعض، ولا عنده الأريحية انه هو يقوم خطأ احد ثاني. اكو وايد ناس يتحسسون اليوم، بعض الاحيان الاخت ما ترضى اختها تقوم عيالها او تصحح خطأ ابنائها، فاحنا ما عاد الفريج يربي مثل ما كان يربي على ايام يمكن ابائنا. اوكي. فاحنا عشان كذي لما نقول احنا ما نقدر نربي مثل ما ابائنا ربوا، لان المعطيات اختلفت، لان الاسر اختلفت، لان الفريج اختلف، فانا الزمن اختلف استاذ، الزمن كله اختلف، فانا ما اقدر اقول لا انا بربي مثل ما الاوليين ربوا. صحيح. ولكن انا مجتمعي وزماني كله تغير. طبعا حابين نشكرك استاذه زهره على كل هالمعلومات المفيده، خصوصا الصداقه بين الاهل والابناء، نورتينا ويعطيك العافيه على المعلومات المهمه. مشكورين، ما قصرتوا على الاستضافه، استمتعت معاكم، والساعه المباركه اللي اقدر ان شاء الله اضيف حق متابعينكم. شكرا لك، كل الشكر لضيفتنا الاستاذه زهره تقي، مستشاره تربويه واسريه، على وجودها معنا في ساعه عله. مشاهدينا بننتقل معاكم الى فقره الاتيكيت مع اعتدال المعراج وذوقيات السفر. اليوم نتكلم عن ذوقيات عامة بالسفر، لما خلاص نوصل المكان اللي احنا نبيه ومتوجهين له. احنا يمكن
يمكن هنا في مطارنا مثلا اكسسوارات اشياء معدنيه تطوف يمكن بالتفتيش وعادي، لكن هناك احنا ما ندري الدوله اللي احنا واصلين لها شلون طريقتهم بالتفتيش، شلون اللي مسموح واللي مو مسموح. فخلينا نحاول ان احنا نتاكد من كل هذه الامور ونراعيها ونتكلم بلطف مع موظفين المطار، وإذا كنا لابسين معادن أو ذهب أو غيره نحاول إن احنا نخففه وما نعرقل مثلا خلينا نقول وقت التفتيش. زين، نزلنا هذه الديرة ونبي نستمتع بالسفر، راعوا كل الأمور اللي موجودة في هذه الديرة، يعني لازم نعرف عرفها، تقاليدهم، طريقة لبسهم، كلامهم، أسلوبهم، نختار كلمات معينة صح. يعني في مثلا دول عربية بس في كلمات لما نقولها يمكن ما تناسبهم، فلازم ترى نتعرف عليها ونعرفها. يعني أنا مثلا لما رحت المغرب اكتشفت أن لما أقول العافية أو يعطيك العافية هي شيء مثلا سيء لهم، ترمز لنار جهنم أو غيرها. فحلو نحن نتعرف ونختار كلماتنا بطريقة صح. لا تعكرها على أسرتك ولا تقيدهم ولا تقول لهم لا هذا يصير وهذا ما يصير، ولا لا تصرفون الفلوس ولا تروحون هناك. دائما وفر المال الكافي لعائلتك وأسرتك ولا تضايقهم، بالعكس أنتوا رايحين بتسافرون استمتعوا، خلهم يستمتعون في يومهم بدون ما تقول لهم لا. فأخذ أصلا فوق مصروفك عشان لا نقول مثلا تضايقهم او ان انت تخرب عليهم السفره. في كل هالامور انت لازم تراعيها. مثل نفسك ومثل ديرتك حتى باستخدامك لنقول الاماكن العامه او حتى بالفندق، طريقه تعاملك مع الموظفين او حتى طريقه كلامك مع الاشخاص اللي موجودين. حافظ على نظافة المكان، راعي أمور معينة أنت ممكن تتصرفها في السفر، حاول أن أنت ما تشغل نفسك بالأجهزة الذكية، مثلا خلينا نقول انسى همومك، خل أعمالك، خل شغلك، استمتع بكل وقتك وتمتع فيها، لأن بالأخير بترد حق كل هالأشغال. وإن شاء الله عليكم بألف عافية بأي سفرة تروحوا لها. عالم الفن، عالم الفن عالم جميل جدا نقدر نعبر فيه عن مشاعرنا المختلفة. مو بس نعبر فيه عن مشاعرنا، هي فرصة نعبر فيها ونقضي فيها وقت مميز مع الأطفال، سواء عن طريق الرسم، النحت أو أي نوع من الفن. أنت دينا شنو النوع الفن اللي تفضلينه؟ خلينا نرجع بالزمن، نرجع خصوصا بالمدرسة وحصة الفنية. أذكر أن أنا كنت وايد أحب مو الرسم، أحب التلوين أكثر. فممكن هالشيء يختلف ما بين طفل وطفل يعني. وهم ساعات أحب يسمونه الشغلات اليدوية، المشغولات اليدوية أو الفنية يسمونها، ما أدري صلحي لي. ما أدري إذا أنت لحقتي على نظام المقررات والعامة. إحنا كنا نشتغل بالخشب وكنا نشتغل تلوين وكنا نجارة وكل هالأنواع. حتى نتوقع كان في مقرر خزف وكان شيء وايد حلو. أنا عن نفسي كنت أحب الرسم حيل. وأتذكر سالفة أن كنا مشاركين أنا وأختي بمسابقة رسم. فعرفتي أمي كانت تقول نورة عطي أختك الرسمة، كنا رسمتها يعني مو وايد حلوة، كانت تفوز المركز الأول. أتوقع من هالشيء حبيت التصميم صح؟ شوفي إيه، أنا كنت من النوع اللي لا علاقة. كنت أرسم تصاميم من وأنا صغيرة. طبعاً ما أكون مختلقة تصميم، كنت مجرد رسم وتلوين، بس أتوقع هالشيء تطور لمن كبرنا زيادة. أكيد، وساعات يقول لك من خلال الرسمة يحللون شخصية الياهل، فيعني ممكن هالشيء مع ذوي الاختصاص هم أخبر. هم إحنا عندنا نورة تقريرنا اليوم بيكون مع دكتورة جواهر البدر، راح تأخذنا بجولة بعالم الألوان والرسم، وتكلمنا أكثر عن تأثير الفن علينا على حياتنا بهذا التقرير. الفن هو الطريق للتفاعل حق البني آدم، وكان موجود من قبل 40 ألف سنة. البني آدم
يتناغم مع حياته اليومية عن طريق الفن. فالفن شيء أساسي وشيء مهم، وبنفس الوقت هو شيء لازم ننميه في أطفالنا، فينا إحنا، في المجتمع ككل. هو عمود الفقري حق أي حضارة. الطفل أو الإنسان ما يحس إنه هو مقيد بإني والله أعطيكم جواب معين. يعني أنا ما قاعدة أسوي لوحتي عشان أرضي أحد أو أحطها بقالب معين. بالحساب معروف إنه والله 1+1=2. ما في مثلاً طفل يعطيني 2.5 2.25. بالفن رؤية واحدة 10 طلاب يعني ينتجون لوحات مختلفة، وكل شخص وكل طفل يشوف الدنيا بعينه هو أو هي. فالفن يعطيني حرية، الفن يعطيني مساحة أني أعبر فيها عن نفسي من غير ما أحس أنه والله لا لازم تكون حسب هالقوانين. في قوانين للخلط الألوان، في قوانين حق استعمال ألوان معينة أو أقلام معينة، ولكن بالنهاية الأوتكم أو اللوحة الفنية اللي بسويها أسويها بحرية مطلقة، وهذا يعطيني ثقة بالنفس، يعطيني قوة من داخلي. بنفس الوقت يصير في امباثي أو تعاطف بين الناس، لأني أشوف والله هل بنية سوت اللوحة بهالطريقة بس أنا سويتها بطريقة ثانية، فأفهم إن في طرق مختلفة. فالتنمر يقل عندي بالصف نفسه بالمجتمع، لأنه صار في انفتاح على طرق أو رؤية مختلفة حق كل طفل وكل بني آدم. ضروري إن الطفل يحس بأمان بالبيت بالمدرسة، بأنه ما في حدود حق الفن اللي هو يسوي. إذا هو يشوف شيء بهالطريقة لازم تخلونه يعبر عن هالشيء اللي هو يشوفه بحرية. ما في مانع أن تتكلمون عن الأشياء اللي يرسمها، بس ما تحدونه وتقولوا له لا سوها بطريقة، لأن أنتم قاعدين تسرعون البروسس مال النمو الطفل بريماتشورلي. يعني لازم نعطي وقته الطفل، وبنفس الوقت لازم نبعد عن الآيباد والأشياء الإلكترونية بداية على الأقل 7 سنين، على أساس إنه يقدر يمسك القلم. فضروري إن الطفل يكون عنده مكان آمن يرسم فيه، أو إنه نوت بوك أو سكتش بوك يشيله يجيبه معاه كل مكان ويكتب فيه، يرسم فيه، يعبر فيه عن اللي يبيه. الفن يفتح المجال إنه يصير عندنا التفكير النقدي. الفن يفتح لنا المغامرة، يعني يخلي روح المغامرة موجود. يعني إذا أنا عطيت الطفل 3 ألوان، أنا دائماً أعطي الطفل الأطفال الألوان الأساسية اللي هي الأصفر الأزرق والأحمر، وخليهم يخلطون كل الألوان، يعني من هال3 ألوان يطلعون يمكن 30 لون. فهذه مغامرة بحد ذاتها، إن أنا لما أخلط الأصفر والأزرق يصير عندي أخضر. أوكي شنو يصير إذا بسوي بنفسجي؟ فتشوفون الياهل يسوي 20 خلطة على ما يوصل حق اللون اللي هو بخاطرة، فيعطيني هالإحساس بالمغامرة. يسوي تناغم بين الطفل وبين أو الإنسان والمحيط البيئة. يعطي الأطفال مهارة حركية، نسوي قص لزق، يرسمون، يلونون، ويعلقون أشياءهم. فمهاراتهم الحركية الفاين موتور سكيلز تصير أكثر متنمية. فالفن ممكن أنه يفتح لي هالبيبان، أنه أخلي إنسان متكامل واعي يشوف اللي دار مداره بدقة أكثر من العادة.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. تكثر في فصل الصيف الأمراض الجلدية بسبب الحرارة والجفاف والغبار وحتى الرطوبة، ولازم يكون عندنا الوعي الكافي بحماية الجلد من هذه التغيرات الموسمية بالجو. يا نورة، بالفعل دانا لازم نعرف شلون نعتني ببشرتنا وبشرة أطفالنا بالذات في فصل الصيف الحار جدا بالكويت، خصوصا أن في بعض الأمراض الجلدية تزيد حدتها مع حرارة الشمس. أكيد، والعناية الصح تبدي بمعرفة الأعراض والعلاج الصحيح يكون أكيد من ذوي الاختصاص مع دكتورة حنين الرقم استشارية الجلدية وتجميل البشرة والشعر مع فقرة ونصيحتنا لكم لليوم. عندنا لكم نصيحة من ذوي الاختصاص. راح أتكلم اليوم عن مرض الأرتكاريا، وهو مرض ممكن يصيب الجلد ويظهر فجأة بأي عمر. في نوعين، ممكن يكون مزمن وممكن يكون حاد، يعني يطلع بفترة أقل من 6 أسابيع ويختفي. شنو أسباب الأرتكاريا؟ في أسباب وايد ممكن تؤدي إلى ظهور الحساسية هذه، لكن أهم 4 أشياء نكون واثقين أنها مسببة للأرتكارية. الشيء الأول الحرارة ودرجات الحرارة العالية، سواء بالجو أو الماء لما نتسبح فيه. الشيء الثاني الالتهابات الداخلية، سواء التهاب في البلاعيم، التهاب في الكلى، في البول. عشان كذي لما يراجعنا مريض الأرتكارية نحب نسوي فحوصات شاملة عشان نتأكد أنه ما في سبب ثاني داخلي قاعد يطلع لنا الأعراض هذه. والشيء الثالث هو الأكل. في بعض المرضى راح تلاحظون أنه يربطون الأرتكارية بنوع معين من الأكل، وإحنا دايماً نوصيهم يسوون مثل فود دايري، أنهم يكتبون شنو كلوا اليوم شنو كلوا أمس، لأن أغلب الأطعمة اللي تظهر هالنوع من الحساسية تكون خلال ساعات. على طول نشوف الجلد تفاعل معها وبين البقع الحمراء اللي تبدي تحكنا وتضايقنا. والسبب الرابع والأخير هو الأدوية. في أنواع معينة من الأدوية سواء عقب ما نستعملها بيوم أو أشهر تبدي تطلع لنا النوع هذا من الحساسية، فنلقى أن الطبيب يحب ياخذ التاريخ المرضي ويحب ياخذ شنو كل الأدوية اللي المريض قاعد يستعملها بالفترة هذه. ومن أهم التحاليل اللي احنا نسويها بعد هي تحاليل الأكل، نسحب دم ونشوف تفاعله مع أنواع الأكل المختلفة اللي احنا شاكين إنه ممكن تكون انطلعت لها الحساسية. وتحاليل ثانية نسميها الحساسية التلامسية، يعني نحط مثل نقط معينة على الجلد فيها مواد معينة نكون شاكين إن هي انطلعت لها النوع من الحساسية، ونشوف عقب يوم أو يومين شنو الرياكشن اللي صار على البشرة، إذا في تفاعل أو ما في تفاعل على سطح جسم المريض نفسه. أهم النصائح اللي نقولها حق مرضى الأرتكارية، الشيء الأول مراجعة الطبيب عشان نكتشف سبب الأرتكارية ونقدر نعالجها. الشيء الثاني الابتعاد عن درجة الحرارة العالية، سواء في وقت اللي وايد يكون حر ما نسوي مشاويرنا، الماي الوايد حار نبتعد عنه ونتسبح بالماي البارد. الشيء الثالث نكون حريصين بالأكل وما ننقي الأشياء المحفزة للحساسية. والشيء الأخير ترطيب الجسم وكثرة شرب الماي والسوائل. وصلنا معاكم مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم، وتذكروا أن صداقتنا مع أهلنا وعيالنا يبقى أثرها طول العمر، وهالشيء ينعكس على تصرفاتهم، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم. أكيد نورة، نشوفكم مشاهدينا في الحلقة الجاية مع برنامج ساعة إلا وحلقة المرأة. مع السلامة.